هكذا يعيش الأطفال حول العالم بأمن وأمان. إلا أطفال فلسطين. قتل، اعتقال، عنف، خوف. لذلك وجدت مؤسسة مساءلة العنف ضد الأطفال أفاك، ورؤيتنا توفير بيئة آمنة للأطفال وكبح الانتهاكات الإنسانية بحقهم. حرام عليك تقتل ابنك صغير هيك. استنى اسمع شوي، بكره علي امتحان ربي اشنهوك بفصلوني من المدرسة اذا قبل الامتحان ما قدمتوش، لو جيت في يوم ثاني بروح معاك. الأهداف: في ظل قلة الوعي والإلمام بالقضايا القانونية وتهميش هذا الجانب الهام في متابعة الانتهاكات بحق الضحايا من الأطفال الفلسطينيين، جاءت مساءلة لسد هذه الثغرات، مستنيرة في ذلك بتجارب عملية بحيث تمضي المؤسسة في قضاياها بالمتابعة والملاحقة القانونية حتى النهاية من خلال رصد ومراقبة وجمع ودراسة وتوثيق الانتهاكات الواقعة على أطفال فلسطين من أي جهة كانت، ومتابعتها بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المختصة. تنظيم حملات توعية لنشر الوعي في المجتمع الفلسطيني لحقوق الأطفال من خلال برامج مختلفة على صعيد كافة أرجاء الوطن. معاونة ذوي الضحايا ومساعدتهم في الخروج من التأثيرات النفسية الواقعة عليهم بسبب الانتهاكات الواقعة على أطفالهم بمساعدة الجهات المختصة. تقديم إرشادات ونصائح لكافة العاملين في القطاع الصحي بكيفية التعامل مع ضحايا العنف طبقا لتوصية منظمة الصحة العالمية. مؤسسة مساءلة العنف ضد الأطفال أفاك، معا نحو حياة آمنة لأطفال فلسطين.